عليكم، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم معنا في قناه سيمو شو 07، قناه المشاريع الملكيه والوطنيه بامتياز. يلا سيادنا ندوزوا هذه المعلمه، ليتس جو. يلا تلاوح تلاوح. الله اكبر، بالصحه والراحه. بالصحه. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في قناة سيمو شو، قناة البناء والنجاحات وكذلك الفكاهة والترفيه والمتعة. جوج ديال الحوايج كاينين في القناة عندنا هنا، كنمزجوهم بجوج باش كنعطيو واحد المحتوى رائع وجميل جدا. أهلا وسهلا بكم، وكالعادة الناس الجداد اللي التحقوا بنا واللي اشتركوا واللي وضعوا الثقة ديالهم فينا، كنقول لهم مرحبا بكم والف والف مرحبا. وبالحليب والتمر كيف ما استقبلنا الناس الاولين، كنرحبوا بكم حتى نتوما، واهلا وسهلا بكم في قناه سيمو شو 07، قناه المشاريع الملكيه والعموميه بامتياز. برج محمد السادس ايقونه، غادي نتكلموا عليها باسهاب، وغنتكلموا على جميع التفاصيل، وغادي نتكلموا علاش دار البرج هنا وما دارش داخل في الرباط، وعلاش كيقولوا برج محمد السادس هو ثاني برج، وعلاش كيقولوا لا برج محمد السادس هو اعلى برج في افريقيا. هادشي كلشي غادي نشوفوه، وشنو العلاقه ديالو بالمشاريع التنمويه اللي كاينه في مدينه سلا، واش هاد المشاريع اللي كاينه في اطار تهيئه ابي رقراق عندها علاقه في اطار شمولي ديال التهيئه او لا بناء مدينه سلا ككل، او لا غير هاد المشاريع استثنائيه وعندها علاقه بالتهيئه فقط ديال ضفتي ابي رقراق. وغنتكلموا بالتفاصيل كذلك على هذا البرج، التفاصيل ديالو، وغنتكلموا على المسائل التقنيه كذلك، وغنتكلموا على حوايج اللي دارت قبل ما يبداو الحفير وقبل ما يبداو البناء والتشييد، وغنتكلموا على هذه القبه السفلى، هذا الهونغار الكبير وعلاش غيليق، وغنتكلموا على البرج وعلى الطبقات ديالو 51، وغنتكلموا على العلو ديالو ان شاء الله، وغنجيبوا حتى القبة الفولاذية ان شاء الله. وشنو غادي يكون في القبة؟ اجي بعدا هذا البرج هذا ديال من، وشكون مولاه، وشكون ماليه، وشنو غيكون فيه، وشكون اللي غيخدم فيه، وشكون الشركات اللي غيخدم فيه، والطريق اللي غادي تفتح ان شاء الله، وهذا الطريق اللي من هنا ومن هنا، وغنتكلموا على الميناء الصغير وقتاش غادي يدار، وغنتكلموا على مجموعه ديال الحوايج ان شاء الله. هادشي في قناه سيمو شو 07، قناه المشاريع الملكيه والوطنيه بامتياز. مشاهدينا الكرام، من بعد ما درنا جوله صغيره في المغرب، كنا درنا جوله في الشمال وجوله في الجنوب وجولات في المغرب، وشفنا مدن اللي هربات ما شاء الله عليها، وعندنا اربعه ديال المدن، عندنا الدار البيضاء، وعندنا طنجه، وعندنا مراكش، وعندنا اكادير، وعندنا مدن ايكولوجيه حتى هي نقيه واخا ما هرباتش، ولكن كتمتع العين بحال بني ملال. انا معجب بها، وعجبتني مدينه بني ملال، وعجبتني حتى ايضا مدينه افران. وكاين مدن اللي الله يحفظ الله يستر لا علاقه لها بالتقدم والازدهار، ما كايناش، كاينه في كوكب اخر، الله اعلم اش من كوكب هذا، الله اعلم. مدن ما عندهاش الرجال ديالها، او لا الله اعلم، ما فهمتش، ما نقدرش نقول لكم. مدن بعيده كل بعد، دخلنا لها وشفناها مكرفصه محنا الله يا حنيني. نعطيك مثال كمدينه سلا، مدينه اسفي، مدينه سطات، مدينه جديده جيت منها مؤخرا ودرت فيها، ما لقيت ما نصور، مشيت تما بغيت نشوف غير مشاريع، درنا واحد فاكونس تما صغيره، بغينا نصوروا شي مشاريع ما لقينا ما نصوروا. حنيني الله يا حنيني، واش هاد المدن المغربيه ما عندهاش الرجال ديالها؟ واش ما عندهاش الغيورين عليها؟ واش ما غنداش الناس اللي كتموت عليها هاد البلاد، واللي المدينه ديالها، ماشي البلاد غير المدينه ديالها، راه ما كاينش المدينه اللي غيهزها الا الرجال ديالها. في عهد الملك محمد السادس راه ما يمكنش اليد الواحده تصفق، راه خاص مجموعه ديال الايادي اللي تكافل وتضامن باش نزيدوا بهاد البلاد. ولا قلنا هادشي بعصبيه وبحرقه وكنتغددوا وكنتعصبوا، الا الغيره على ارضنا وبلادنا، لانني ملي كنشوف الدول، بعض الدول فين وصلات، راه لا علاقه، قسما بالله لا علاقه. ولهذا غادي نقول لكم روبورتاجات ان شاء الله وبحول الله من جميع المدن. الناس ديال فاس ومكناس صبروا عليا، راني متبعكم، وكتحطوا في التعليقات شنو كاين شنو ما كاين شنو كاين، خاي سيمو فاس 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 فاس، ان شاء الله قريبا انا عندكم. هادشي اللي كاين عطيتكم باختصار،
لانني اخوتي راه عندي مجموعه ديال الطلبات وكنتكلم مع مسؤولين وكنتكلم مع مقاولات وكنهضر مع ناس وكنشوفوا الخبايا وعرفنا حوايج وعرفوا كاين شي مسائل اللي ما نقدرش نقولها وكاين شي مسائل اللي خصها تقال وكاين شي يعني امور متعدده ومتشابكه في مجال البناء والتشييد والتقدم والازدهار. قريبا انا عندكم فاس ان شاء الله متابعينا الكرام. يلا سيادنا ندوزوا هذه المعلمه ليتس جو. برج محمد السادس او ناطحه السحاب محمد السادس اللي اعطى صاحب الجلاله الملك محمد السادس الانطلاقه الرسميه ديالو لاشغال تشييده مطلع نوفمبر 2018، وبذلك تعتبر اعلى برج او لا اعلى بنايه في المملكه المغربيه. ومن بعد اخواني متابعين الكرام غادي نشوفوا واش ناطحه السحاب برج محمد السادس واش هي اعلى او اعلى ناطحه سحاب في افريقيا او لا. من بعد غادي نتكلموا على هذا الموضوع. وجوابا على سؤال علاش دار برج محمد السادس في المنطقة الجغرافية ديال مدينة سلا وما دارش على الضفة اليمنى لجهة الرباط. إذن متابعين الكرام بعد مجموعة ديال الدراسات الجيولوجية والطبوغرافية والهندسية من قبل شركات مختصة شركات عالمية اللي بحثت في المنطقة ككل، ومن بعد إجراء مجموعة من الدراسات والتحاليل خلص الأمر باش يدار البرج في المنطقة ديال سلا وبالضبط فين كاين حاليا لأنها منطقة قوية. ومن بعد الدراسات أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله يحفظه لنا والله يمتعه بالصحة والعافية انطلاقة الأشغال به. الشيء اللي كيفسر أن البرج دار في المنطقة ديال سلا. هذا بالإضافة متابعينا الكرام المشروع اللي كيسهر عليه على البناء ديالو ثلاثة ديال الشركات منذ البداية اللي عرف انطلاقة ثلاثة ديال الشركات مغربية وصينية وبلجيكية اللي كتعمل على جعل ضفة أبي رقراق تحتضن أعلى بناية في إفريقيا. مشاهدينا الكرام برج محمد السادس اللي كيتولى تشييد ديالو مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية اللي كيبلغ الطول ديالو 250 متر وكيتكون من 51 طابق ما يجعله أعلى بناية في المغرب. هذا المشروع الضخم الأول من نوعه في المغرب اللي تطلب حشد واحد الاستثمارات كبيرة مبالغ خيالية كتوصل حتى 4 مليارات ديال الدرهم، ومن المرتقب أن تشرف على بنائه او لا حاليا اللي كتشرف على البناء ديالو ثلاثه ديال الشركات، المجموعه البلجيكيه المعروفه بيزيكس والمجموعه الصينيه العملاقه سي ار سي سي والمجموعه المغربيه تي جي سي سي. مشاهدينا الكرام هذا العملاق البيزيكس البلجيكيه راه واحد الشركه واحد العملاق رائد في مجال البناء منذ سنه 1990 تجر وراءها واحد تجربة كبيرة عملاقة في بناء عدد من تحف العالم أبرزها بناية برج خليفة، هما اللي تكلفوا بالبناء ديالو في برج خليفة في دبي. هذا بالإضافة مشاهدين الكرام هذا البرج اللي غادي تبنى حاليا برج محمد السادس اللي قريب ينتهي إن شاء الله غادي يكون مرئي، غادي يبدأ يتشاف من واحد المسافة بعيدة، القطر ديالها 50 كيلومتر يعني الناس ديال قنيطرة ممكن يشوفوه، فيما ستبلغ المساحة الإجمالية ديالو 102 ألف متر مربع، وكيضم مجموعة ديال الإدارات والمكاتب، وغيضم واحد الفندق فاخر من 7 ديال النجوم ماشي 5 ولا 6، 7 ديال النجوم، وغيضم بيروات ومكاتب ومولات ومحلات تجارية راقية، وغادي يضم أيضا السكن شقق فاخرة رخية منصة ومنصة مراقبة في قمته، غادي تركب واحد المنصة إن شاء الله في القبة الفولاذية للمراقبة والمتابعة والاستطلاع في القمة دياله، ويمكن الوصول إلى كل هذه المرافق من خلال 40 مصعد إن شاء الله. ناهيك مشاهدينا الكرام البرج قبل ما يتبنى تدرسات مشكل ديال الزلازل والرياح القوية لأنه جاء مواجه للنهر والمحيط الأطلسي، ولهذا من الجانب البيئي غادي يكون هذا البرج صديق للبيئة. أيضا
غادي يعتمد فيه أفضل ممارسات البناء المحترم للبيئة والتكنولوجيات من الجيل الجديد. كذلك غادي يضم ألواح شمسية لترشيح الأشعة الشمسية وألواح كهروضوئية اللي كتركب حاليا واللي كتشوفوهم في الجنبات ديالكم، هما هذوك الألواح الكهروضوئية والتهوية الطبيعية، وهو ما يتيح النجاعة الطاقية إن شاء الله في مجال التنمية المستدامة. إذن مشاهدينا الكرام، نكتفي بهذا القدر. اشتركوا في القناة وما تنساوش ما تديروش لنا لايك، وغادي نوافيكم بالجديد ديال التفاصيل ديالو واشنو كاين لداخل وجديد المشاريع اللي كاينه لداخل والخدمة ديالو والطريقة ديالو والمهن والحريفية والنجارة والصباغة وصحاب الألمنيوم و إلى آخره تفاصيل أخرى، ونتكلموا لكم على نهار الافتتاح بحول الله. هذا أخوكم سيمو من قناة سيمو شو 07 قناة المشاريع الملكية والوطنية. ما تنساوش أصدقائي صديقاتي لايك. إلى اللقاء يا أصدقائي.